القانون 22 ماي، ولكن انتم برلمانيين ما فرصكمش هذه القضيه. انا قلت لكم فرصكم كان برلمان، جاء قانون مجلس النواب مجلس المستشارين، خاصكم تعلمونا تقولوا لنا ايها الناس راه جاء قانون جديد تسجيل الملاح، ما بقاش داك الشيء اللي كنا كنقولوا قيدوني. خاصو يحيد هذا الشيء، ما بقاش هذه الفوضى، هذه الفوضى السيد المدير. إذا بغيتو واحد الاقتراح هو سهل، ولكن شوف انتم واش ناسبكم ولا لا، الفلاح خاصو يكون عنده الوثيقه المهنيه ديالو، شبت بها الزر بالجيل ديالو كيجبد كيعرفو راه فلاح، ما عنده تم واحد لا في هذا ولا في هذا، واحد البطاقه المهنيه وتكون دراسه في التكوين المهني، وكل واحد يعرف راسو اش كيعمل. وهنا دابا بدات بها جهات دار بيضا سطات، يمكن تعمم على السعيد الوطني، الناس مستعدين حتى هذا دابا ما عرفناش. دابا لا كاين صدام اجتماعي كما قالت الاخت، كيضحك علينا. علاش كيضحك علينا؟ ما عندناش مع علاقه ديال تعاقديه، احنا امريه، ولكن كيف ما عندناش النقاط وما عندناش تغطيه صحيه. عندنا تغطيه صحيه انها شباب وحده، ما فيهاش شويه ديال المرقه ولا ما فيها نقاط ديال تقاعد، ما فيها تعويض عائلي. علاش مخلين هذا القطاع بحال كدير؟ علاش ما يكونش حنا بدينا دابا عندي انا ناس سجلتهم في الضمان الاجتماعي وديكلاراو ولادو، ولادو ولا كيتخلصوا على ولادهم، ولكن النقاط طالعه. دابا كاين بالله عليهم هاربين من هذه المهمه هذه، وهذه هي المهمه اللي غتحيد لنا هذا المرض كامل. ولا لقينا غادي على هذا الشيء راه ما غنوصلوش الاخوه، ثاني غتفوت ربع شهور خمسه غادي نقول ثاني راه حنا بدلنا قانون اخر. حنا دابا علينا فاطمه الكريسو وهذه ما خداماش. اللي خاص الضمان الاجتماعي لو قلت لك دائره مفتوحه للظالم، والله ما تمشي الا دير لك وريقه هذاك المستخدم اللي كاين تما يقول لك شد الرانديفو، غادي تسول غادي يولي يقول لي ويمزا ولا هكذا يقول لك شد الرانديفو. واش يمكن لسان جاي راكب في طريق ولا مشير ولا مركب واحد فابور ويمشي يسول ولا كيس يقول لي شد الرانديفو؟ هذه ما كايناش، ما خصهاش تكون الرانديفو. فين كيكون؟ كيكون عند السيد العام ولا السيد الوالي، كتكتب لي حدد مقابله. اذا كان سالي غيجوك، ما كانش سالي من بعد غيجوك، ولكن لا كيس اداره عموميه غادي ليا خصني نطور عليه. هنا فين قالوا الاخوان كان يكون المدير الجهوي، ولكن دابا ما غاديش يقبل المدير الجهوي، اي نائب خاصو يزور المدير الجهوي في مكان ويحلوا هذه المشكله هذه ديال لاكيس اللي الناس كانت تخابط فيه. اذا كان انتم ما عندكمش غير عندنا في برشي عندنا هذا المشكل هذا. المشكل الاخر السيد المدير الجهوي ما عرفناش بين الغرفه الفلاحيه والحوض المائي كاين شي علاقه ولا لا. واش ملي كتبدني وتصوي وتديه موظفة أو لا موظف في الغرفة الفلاحية وما يقبلوش منه الحوض المائي؟ إذا ما كاينش ثقة، إذا هادو دول الغرفة الفلاحية ما هماش موظفين. إذا كون كانوا موظفين أنا جمعت الميل من عند الفلاح وديته لهم، أنا يدير الوكالة، أنا يحتاجني باش نخلص. ما يجيبوا لي لا المعني بالأمر، المعني بالأمر أش بغيتي؟ هاك حتى وياه ياك ها وريقات كروكي كاين كلشي كاين الطلب كاين كلشي كاين. والسلام عليكم. كان السيد المدير الله يجزيك بالخير تشوف من الحوض المائي لهذا المشكل هذا. حنا دابا يبعد لينا الوقت نمشيو حتى بن سليمان ونمشيو ثلاث ايام اربع ايام عاود ثاني نرجعوا، خصنا نشدوا من فات ندوا من الغرفه كما سابقا. هما الغرفه يتكلموا مع الحوض المائي، تيغوتوا علينا حنا يقولوا لنا ودي شو خلصوا. خاصنا الله يجزيك بخير هذا الشيء تبحث فيه وتعرفي واش كلامنا صادق ولا كنزيدوا على بعض الناس. المشكل اللي كاين في التوزيع ديال الشغل، حنا جماعة السعادة الحريز في 476 كيلومتر كاريا فرقنا فيها 23000 مش حاجة، ولكن اليوم كاين تخوفات السيد المدير، كاين تخوفات بأن اللي مشي الجب بخاط الشعير غادي يدوز للعكس. ضروري من الضروريات إذا ما تسجلش في التسجيل الفلاحي ومشى لاكيس ما غيعطوش بحال شهر.